مشاهدينا الكرام، اهلا ومرحبا بحضراتكم الى حلقه جديده من برنامجكم الاسبوعي وجه الصحافه. وحلقه هذا الاسبوع تاتيكم تحت عنوان تاثير التغيرات المناخيه على قطاع السياحه والاثار المصريه. تعد البيئه الطبيعيه والمناخ والامان من بين العوامل الرئيسيه التي تؤثر على اختيار الوجهه السياحيه، الا ان توقع استمرار ظاهره تغير المناخ طوال القرن الحادي والعشرين وما بعده مع تداعياته الخطيرة سيمتد تأثيرها أيضا إلى الوجهات السياحية الشهيرة حول العالم، حيث يمكن أن تتعرض الشواطئ للفيضانات وانتشار حرائق الغابات بكثرة، بالإضافة إلى اشتداد الظواهر المناخية مثل العواصف واحترار المحيطات والجفاف ونوبات الأنهار الجليدية. يتمتع السياح بقدرة أكثر على التكيف مع أثار تغير المناخ، حيث يمكنهم تجنب الوجهات التي تعاني من الأثار السلبية لتغير المناخ أو تغيير توقيت السفر لتجنب الظروف المناخية غير المواتية. وبالتالي فإن استجابة السياح لتأثير تغير المناخ على الوجهات وغيرها من عوامل الجذب ستعيد تشكيل أنماط الطلب وقطاع السياحة ككل. أما بالنسبة للآثار فتؤثر التغيرات المناخية عليها وعلى درجة مقاومتها لتأثير تغير المناخ، فالآثار المصرية واجهت العديد من التحديات خلال القرون الماضية، فتهدم البعض وتضرر البعض الآخر. على أي حال ستدور هذه الحلقة حول هذا العنوان، تأثير التغيرات المناخية على السياحة والآثار في مصر، مع ضيفين كريمين هما كل من الأستاذة رويدة نصر الخبير في مجال الإرشاد السياحي. بنرحب بك أستاذة رويدة، شرفتنا فيك. أهلا بحضرتك. والدكتور وائل زعير عضو الاتحاد المصري للغرف السياحية. دكتور وائل شرفتنا. يا أهلا بحضرتك. هنستأذن حضراتكم بعد فاصل قصير نبدأ النقاش مع حضراتكم. مشاهدينا الكرام أرجو أن تبقوا معنا. من جديد لحضراتكم التحية، والتحية موصولة لضيفينا وضيفيكم الكريمين الأستاذة رويدة والدكتور وائل. واسمحي لي ابتدي مع حضرتك دكتورة رويدة، أستاذة رويدة، لأنه احنا هنتكلم عن السياحة والآثار من حيث التأثر والتغير اللي حدث لها بسبب تغير المناخ، وإن كان في فرصة للعلاج أو لتقديم روشتة لإصلاح ما تضرر نحاول نقدمها لاحقا. في البداية عايز أعرف تقدير حضرتك لتأثر السياحة خاصة في مصر، وإن كان في فرصة للحديث عن العالم أيضا، بتغير المناخ على مستوى الكوكب ككل. يعني بيتهيألي بالنسبة لمصر التغير المناخي ما كانش جامد قوي بحيث إنه يأثر على السياحة، لأن إحنا لسه ما زلنا الشمس موجودة في الشتاء، وما زلنا جونا معتدل، وإحنا أهو تقريبا خلاص آخر ديسمبر والجو زي الفل. فبالتالي الحمد لله مصر ما تأثرتش قوي، بس احنا تأثرنا اكتر بقى في ان بقت اوروبا حر قوي في الصيف، بحيث انهم ما عندهمش تكييف سائع، ما عندهمش حاجات كده، فده زود علينا ان احنا الحمد لله بيجيلنا سياح اجانب في الصيف، رغم ان قبل كده كان موسم السياحه بالنسبه لنا في الشتاء بس، او يعني في شم النسيم في حاجات كده، لكن دلوقتي بقى في الصيف بنلاقي سياح بيجوا لان هربا من الحر عندهم اللي بقى اكتر من هنا. جميل. هل حضرتك متفق مع الأستاذة رويدة في نفس الطرح يا دكتور وائل؟ ولا نقدر نسأل السؤال بصيغة تانية؟ خلينا نتكلم عن السياحة دلوقتي وبعدين نتكلم عن الآثار كمان شوية. هل التغير المناخي زي ما الأستاذة رويدة قالت أثر إيجابا على السياحة المصرية أم العكس؟ لا، هو التغير المناخي في بعض الأوقات بيأثر على عدد السياح الوافدين لمصر، إن إحنا عندنا حاجات إيجابية وحاجات سلبية. الحاجات الإيجابية متمثلة في الشمس اللي موجودة عندنا والدفء اللي موجود في فصل الشتاء، فده بيخلي معظم سياح أوروبا بيلجأوا لمصر كمقصد سياحي متميز في فصل الشتاء، فبيبقوا موجودين باستمرار طول فصل الشتاء. أما التغيرات المناخية الموجودة اللي بتأثر علينا تأثير سلبي بتبقى متمثلة في مثلا التآكل بتاع الشواطئ اللي بدأ يحصل دلوقتي في مصر وفي العديد من شواطئ العالم،
وفي دراسات كتير عالمية مهتمة بهذا الموضوع اللي هي ظاهرة تأكل الشواطئ أو نحر الشواطئ زي ما بيقولوا. صحيح. وبيحاولوا يشوفوا لها حلول دلوقتي لأن دي بتأثر على السياحة الشاطئية في العالم كله ومن ضمنها مصر. عندنا كمان اللي بيعرض المدن وشواطئ كتير للاختفاء. بالظبط يعني. الاختفاء والتآكل وبتقل مساحتها كمان، فبيحاولوا يشوفوا حل لهذا الموضوع لأن في إحصائيات كبيرة بحلول 2050 هيبقى في مشكلة كبيرة للموضوع ده. دي حاجة بتأثر على السياحة الشاطئية. عندنا حاجة تانية بتأثر على السياحة البيئية كمان، التغيرات المناخية بتأثر على السياحة البيئية والمحميات الطبيعية اللي موجودة اللي مهددة دلوقتي بالانقراض، برضو بيحاولوا يشوفوا حل لهذا الموضوع. عندنا كمان بالنسبة للمناطق الأثرية في دراسة عالمية بتقول ان احنا عندنا في مناطق كتير في العالم مهددة بحلول 2050. هنتكلم عن الاثار اكتر ان ممكن لانه يحصل. حابب ان احنا نخرج في هذه اللحظة لمتابعة تقرير بيفتح باب النقاش مع حضراتكم بصورة اكبر. هنتابع هذا التقرير ونعود اليكم، ارجو ان تبقوا معنا مشاهدينا الكرام. عاشت الآثار المصرية آلاف السنين تحافظ على وجودها وتحمل بين جدرانها عبقرية المصري القديم الذي ربما لم يضع في حساباته مقدار قدرة ما شيده على الصمود دائما، خاصة أمام موجة التغيرات المناخية المفاجئة التي تضع اليوم تراث العديد من البلدان ومن بينها مصر أمام تهديدات خطيرة سواء بالانهيار أو التلف. وتعد بيئة مواقع التراث في مصر الأكثر تأثراً تجاه حدوث أي تغير مناخي، فقد تعرضت بعض المواقع الأثرية القديمة للتلف بفعل ارتفاع منسوب مياه البحر وارتفاع درجات الحرارة والرطوبة والمياه الجوفية، كما أن تغيرات درجة الحرارة بالمناطق الأثرية وزيادة الأتربة العالقة والرطوبة قد تؤدي أيضا إلى انخفاض معدلات السياحة واتجاه السياح إلى المناطق الأقل في درجات الحرارة والرطوبة. وسعيا لمواجهة تأثير التغيرات المناخية على المواقع الأثرية والتراثية، أطلقت مصر بالتعاون مع منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة الإسيسكو مبادرة صندوق حماية المواقع التراثية والمتاحف من أضرار التغيرات المناخية ضمن فعاليات مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة بشأن المناخ COP27 الذي أقيم بمدينة شرم الشيخ. ويستهدف الصندوق توفير التمويل اللازم لدراسة ورصد تأثير التغيرات المناخية على المواقع التراثية في مصر ودول المنظمة وعمل إحصائيات كاملة عنها، هذا إلى جانب قيام مسؤولي ترميم الآثار في مصر بشكل مستمر باستخدام مواد وتقنيات ترميم حديثة ومن ضمنها تقنية النانو وتقنية الليزر وتقنيات الأنزيمات في عمليات التنظيف. كل ذلك هي خطوات جادة للحفاظ على الآثار المصرية إزاء ظاهرة تغير المناخ التي تواجه كل دول العالم على حد سواء. تحية موصولة لحضراتكم مشاهدينا الكرام وللأستاذة رويدة وللدكتور وائل. مرة تانية يبتدي مع حضرتك أستاذة رويدة، ولكن هذه المرة مع النقطة المتعلقة بالآثار، واسمحي لي على قد ثقافتي المحدودة في هذا المجال، الآثار المصرية على سبيل المثال يعني على مدار مش قرون، على مدار آلاف السنين تعرضت لكل نوبات التغير في الجو إن صح التعبير التي شهدتها الكرة الأرضية وخاصة طقس مصر. يعني ما أعرفش مرت بالظروف دي إزاي وإيه الجديد مع تغير المناخ هذه الفترة، شايفة فيه فعلا تأثير على الآثار ولا لا؟ هو في تأثير طبعا، بس بتكون نتيجته ان تدخل البشر بقى. يعني مثلا عندنا المياه الجوفية بتعلى وبتبتدي، واحنا يعني حاليا مثلا النيل ما بقاش زي الاول، الفيضان بيجي بيخلي الطمي يحمي الجناب بتاعته، فدلوقتي بقت فيه المياه الجوفية، فدي بعض الآثار من أولها مثلا أبو الهول نفسه متأثر بالمياه الجوفية اللي بتجيله من الأرض نفسها، فبيتعمل له ترميمات أو البول. ف
فبالتالي لكن بالنسبة للمناخ الخارجي لا طبعا احنا استحملنا آلاف السنين، فان شاء الله ما يبقاش هو ده الخطر اللي احنا خايفين منه. لان كان في قبل كده زلازل، وكان في فيضانات، وكان في برد وحر، استحملوا ده كله، لكن هي تبقى بسبب التأثر بسبب تدخل الإنسان في بعض الحاجات دي، فده بيأثر على الأثار طبعا. تمام، هل كنت حابب تتكلم في الموضوع ده قبل التقرير يا دكتور وائل؟ واسمح لي يعني إضافة لجملة الأسباب اللي ذكرتها الأستاذة رويدة، ونركز على نقطة المياه الجوفية، الأسباب الخارجية، هل درجة الحرارة ارتفاعها وانخفاضها، هل عمليات الترميم، هل فعلا أثرت على الأثار ولا لا؟ في تأثير كبير طبعا. بعض الدراسات اتكلمت دلوقتي عن تغير الجو في مصر من ناحية درجات الحرارة. احنا دلوقتي ارتفاع درجات الحرارة في مصر مختلف عن قبل كده خالص، درجات بتوصل في الصيف بتعدي درجات حرارة بتعدي 40، ما كانش بيحصل الكلام ده في صيف مصر قبل كده. ففي المتخصصين بيتكلموا في ان الارتفاع المفاجئ في درجات الحراره بيعمل حاجه للاثار اسمها الصدمه الحراريه، ودي بتاثر على الاثار. كمان الهطول المفاجئ للامطار والسيول اللي بتبقى موجوده في بعض الاحيان مع ارتفاع درجات الحراره بيأثر برضو تاثير المتاحف المفتوحه في طبعا المتاحف المتاحف المفتوحه والمناطق المكشوفه زي الاهرامات وابو الهول والمعابد اللي موجوده في الاقصر واسوان. كل الحاجات دي بتتاثر بعوامل التعريه وبالدرجات الحراره والامطار اللي موجوده. ففي دراسات كتير معمولة للموضوع ده بحيث ان يبقى في تعاون بين الجهات الدولية المهتمة بالآثار على مستوى العالم، ان يتم حماية الآثار دي بالشكل المطلوب وتوفير الصيانة والترميم المناسب لها في الفترات المختلفة اللي بيحميها من هذا الكلام. تمام. طيب أستاذة رويدة، يعني احنا تحدثنا على انه نوعا ما السياحة المصرية لم تتأثر سلبا كثيرا بتغير المناخ، وربما يكون في يعني ان صح التعبير فرصه يعني نتيجه هذه الظروف المتغيره. يعني هل وضعت اي دراسات او اي خطط لاستثمار هذا الامر نتيجه تغير المناخ في بعض المناطق زي اوروبا زي ما اشرت حضرتك، بحيث نستهدف مثلا سياحه من جنسيه معينه نستجلبها لمصر في فصل الصيف في فصل الشتاء، هل ده موجود دلوقتي؟ هو طبعا اكتر حاجة بنهتم بيها السائح اللي هو جاي لنا من اوروبا بطولها وعرضها، يعني زي ما بيقولوا من شرقها الى غربها، لان هم في الفترة دي بيبقى دايما عندهم الحر زيادة عن اللزوم، واحنا عندنا شواطئ من اجمل الشواطئ المصرية، يعني لدرجة احنا الرملة بتاعت الشاطئ المصري في البحر المتوسط احلى كتير من شواطئ كتيرة موجودة في فرنسا حتى يعني. لكن اللي بتكلم فيه كمان ان احنا زي مثلا مشروع العالمين ده استخدام طبعا للسياح بشكل جميل جدا، ان احنا عاملين لهم منطقة كاملة مدينة كاملة انهم يقدروا يستمتعوا فيها بكل انواع العوامل الجو والبحر والترفيه وكل حاجة. كمان بالنسبة احنا لشواطئ البحر الاحمر احنا عندنا برضو بطولها وعرضها، يعني من طول من اول الشمال خالص عند العريش لحد ما بننزل لحد مرسى علم او حلايب وشلاتين حتى، فاحنا عندنا على مدار السنة الجو بيبقى حلو، يعني احنا لو مش هننزل في الجنوب في الصيف عندنا دهب، عندنا شرم الشيخ، عندنا نويبع، عندنا يعني مناطق بتبقى جميلة، وطبع يعني طبعا احنا برضو ما استغلناهاش كتير قوي، فدي هتبقى مراكز جلب سياح وجذب سياح في الصيف كمان، عشان ما يبقاش الموسم السياحي محدد فقط بالنسبة للأجانب انهم ييجوا في الكريسماس في نيوير او ييجوا في الشتاء بس، او يعني كده احنا بنقول تعالوا طول السنة عندنا بحر ابيض وعندنا بحر احمر. جميل، انا طيب متفائلة خير ان شاء الله. دكتور وائل، يمكن البحث عن يعني فرصة نتيجة تغير المناخ مثلا أمر يعتبر مش جديد، يعني نتيجة أزمات دولية
بتظهر فرص لبعض الدول زي مصر مثلا في ظروف كورونا أو غيرها في تصدير أكثر من حاصلات الفاكهة أو الخضر، في ظروف تغير المناخي ربما الشتاء اللي مر علينا أو يعني فصل الشتاء نظريا بقى مش جغرافيا زي ما احنا كمصريين متعودين، يعني من شهر 9 لشهر 12 النهاردة 3 شهور ما شفناش فيهم الشتاء الخرس اللي ربما كنا بنشوفه مبكرا في السنوات السابقة، فهل ده تغير وهل ده احنا فعلا استثمرناه ولا لا؟ بص حياتك، هو يعني بالإضافة لموضوع إن الجو الدافئ الجميل اللي موجود من 9 لحد إحنا في نهاية شهر ديسمبر دلوقتي، ضيف على كده أزمة الغاز اللي موجودة في أوروبا حاليا، فدي أثرت بالإيجاب. طبعا إحنا عندنا الموسم الشتوي في مصر عموما، المناطق اللي بنقول عليها مشتى زي شرم الشيخ والغردقة أو الأقصر وأسوان فول بوكت، يعني لحد نهاية موسم الشتاء كل الفنادق دي نسب الإشغال فيها بتوصل ل100%. ضيف على كده القاهرة بمناسبة أعياد رأس السنة والكريسماس، برضو القاهرة نسب الإشغال فيها في الأوتيلات بتاعتها وصلت ل100%. محتاجين إن احنا نسلط الضوء بشكل أكبر على السياحة في مصر بمختلف أنواعها. المزيج السياحي المصري متفرد على مستوى العالم، ما تلاقيش دولة في العالم فيها كل أنواع السياحة في مكان واحد غير مصر. السياحة ثقافية، السياحة شاطئية، السياحة علاجية، السياحة بيئية. محتاجين نركز على سياحة المؤتمرات، ما هي دي بقى محتاجين نركز عليها، لأن سياحة المؤتمرات في الفترة اللي فاتت بالتجربة لما بدأنا بيها هي فعاليات ومؤتمرات أو مهرجانات ومؤتمرات، بداية من احتفالية نقل المومياوات وافتتاح طريق الكباش في الأقصر وانتهاء بمؤتمر المناخ. الفعاليات دي حققت رواج بشكل كبير جدا لمصر وعملت ترويج مجاني لمصر في جميع أنحاء العالم. صحيح. بشكل كبير جدا. في احتفاليات كمان اتنظمت زي بيوت الأزياء العالمية، بيت الأزياء الإيطالي اللي عمل الاحتفالية بتاعته في الأقصر، كمان بيت الأزياء الفرنسي اللي عمل الكوليكشن الشتوي بتاعه في أحضان الأهرامات. الفعاليات دي كلها بتروج لمصر بشكل كبير جدا، محتاجين نزود منها الفترة اللي جاية ونكثف من الفعاليات وسياحة المهرجانات والمؤتمرات. يعني احنا ممكن يكون عندنا مهرجانات طول السنة لو احنا ركزنا، احنا عندنا 28 محافظة كل محافظة لها عيد قومي، لو عملنا العيد القومي ده فعالية وسلطنا الضوء عليه وركزنا عليه بشكل كويس وروجنا ليه بشكل كويس هيبقى مصدر جذب سياحي لمصر بشكل كويس في الفترات اللي جاية. فمحتاجين ان احنا ننوع في أساليب التسويق بتاعتنا وتبقى أساليب مبتكرة ومختلفة وفكر خارج الصندوق زي ما بنقول بمعنى أصح يعني. جميل. أستاذة رويدة، يعني حضرتك أشرتي ضمنا والدكتور وائل طبعا إلى نقدر نقول تأثر سياحة الشواطئ المحتمل أو الحادث يعني نتيجة تغير المناخ. هل في ألوان أخرى من السياحة سواء ليها علاقة بسياحة الشواطئ أو غيرها تأثرت؟ يعني هل يمكن القول من خلال رصد حضرتك أن مثلا السياحة المتعلقة بالغطس أو الشعاب المرجانية ممكن تكون تأثرت نتيجة أنه المناخ تغير، فتغير حجم الشعاب، تغير أماكن تواجدها، تغير الغطس بهدف الاستمتاع بمشاهدتها أو بالنظر إليها؟ يعني كيف تأثرت ألوان أخرى من السياحة إذا كان ده موجود؟ يعني هو فعلا بيحصل تأثير جامد على الشعب المرجانية لما بتبقى الدنيا حر قوي ولما بيبقى فيه تغيرات مفاجأة، فده بيخليها يعني ألوانها ما بتبقاش زاهية زي الأول، فده طبعا بيأثر. بس يعني المفروض ان بيتعمل، انا مش عارفه ايه الخطه اللي المفروض تتعمل من الدوله، ان دي بقى شغل بيئه وشغل وزاره البيئه لازم تحاول تتوقع يعني تقف قصاد الموضوع ده. طب عضو غرفه السياحه معانا نقدر نساله في بالظبط. انا اثار اكتر اثار اكتر ويمكن يكون عنده طرق علاج اكتر سواء لدي او لغيرها. هل في اثار اخرى؟ هو يعني بص، هل في الوان اخرى من السياحه تاثرت؟ اكثر حاجه تاثرت في موضوع الشعاب المرجانيه في منطقه البحر الاحمر في مدينه الغردقه. في ظاهره موجوده دلوقتي بسبب ارتفاع درجات الحراره اللي ما كانش بيبقى موجود في مصر قبل كده، اللي هي بيقولوا عليها بياض الشعاب المرجانيه، اللي لونها بيتغير بتبيض
فاللون بتاعها بيختلف، فطبعا بتفقد الجمال والرونق بتاعها اللي موجود اللي بيجي له السياح من مختلف أنحاء العالم. فدي ظاهرة موجودة حاليا بتحصل، مطلوب ان احنا تكاتف بقى وتنسيق ما بين وزارة السياحة والاتحاد المصري للغرف السياحية ووزارة البيئة وكل الجهات المعنية في الدولة مع منظمات عالمية زي منظمة اليونسكو، ويشوفوا حلول لمواجهة الظاهرة اللي بتحصل في الشعاب المرجانية اللي بدأت دلوقتي يكتشفوها، وهي ان لون الشعاب بيتغير بيبقى فيه سموها بموضوع اللي هو بياض الشعاب المرجانية. ده بدأ يحصل اليومين دول بسبب ارتفاع درجات الحرارة المبالغ فيه يعني. تمام، انا اعتقد ان احنا معنا اتصال هاتفي الان، قد يتوفر بعد قليل. حتى يتوفر هذا الاتصال الهاتفي نستكمل مع ضيوفنا الكرام في الاستوديو، الاستاذه رويده والدكتور وائل. استاذه رويده، احنا اتفقنا من اول الحلقه ان احنا نرصد التغير قدر المستطاع طبعا في السياحه وفي الاثار نتيجه تغير المناخ، على ان يكون في بعض المقترحات او يعني روشته العلاج ان صح التعبير. هل المسائل ممكن تمشي يعني تسامحيني ويسامحني الساده المشاهدين فيما يتعلق بالسياحه قدرا المناخ تحسن فالسياحة تزيد، دفى مستمر في الشتاء فالسياحة تبقى كويسة، ولا في خطط لإصلاح ما أفسده التغير المناخي يعني إن صح التعبير؟ لا، لازم طبعا يبقى في خطط، ولازم يبقى في معالجات للترميمات، ولازم يبقى في تنشيط أكتر، ولازم يبقى في مواجهة للتغيرات دي. إن إحنا يعني مش بقول نجد خطة بديلة مثلا، بس يعني نحاول ان احنا نقلل الدمج زي ما بيقولوا، نقلل الـ 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 الاثار السلبيه اللي بتظهر على الاثار. يعني احنا مثلا في المنيا في بعض المقابر اللي هي الجميله جدا في بني حسن اتاثرت فعلا، بس اللي هي يعني مش على الجبال، اللي هي في المناطق القريبه من تحت بحر سطح البحر، لا اتاثرت بفيضانات واتاثرت بارتفاع المياه الجوفيه، ورسومات كتيره جميله باظت، مش باظت قوي بس يعني مسح منها. فدي لازم طبعا يحصل لها ترميم، لان لو احنا ما واجهناش ده بالترميم السريع والصحيح والمواجهه. طيب، على ذكر الترميم اسمحي لي نروح لكبير الاثريين بوزاره السياحه والاثار الاستاذ مجدي شاكر. تحياتي لحضرتك يا فندم. كل التحية لحضرتك وتحياتي لضيوف حضرتك والمشاهد. زي ما حضرتك عارف ويمكن تكون متابع جزء اخير من هذا اللقاء، يعني حديثنا عن تأثير التغيرات المناخية على السياحة والآثار في مصر بينصب بالأساس على الرصد وتقديم آراء المتخصصين في العلاج. فيعني سريعا حضرتك ممكن تدينا فكرة عن تأثر الآثار بهذا التغير في المناخ، والأهم إيه الخطط في علاج هذه الآثار السلبية؟ والله يا فندم حضرتك عارف، بس يعني معلومة تاريخية في نص دقيقة، أن حضرتك عارف مصر هي بلد قامت على التغيرات المناخية، لان مصر من اكتر من 20 او 30 الف سنه كان الانسان عايش في الهضبه نتيجه وجود، كان مصر كان عباره عن غابات وكانت امطار، ولما جفت هذه الامطار بدا الانسان ينزل الى الوادي وبدا يتعرف على نهر النيل، فكانت التغيرات المناخيه حولت حياه المصري وهي اللي صنعت مصر، واهتمامه المصري وحبه لهذا البلد وحبه للنيل، وبسبب هذه التغيرات الانسان ارتبط بالبيئه والارض وظهرت مصر الى الوجود. ففكره التغيرات المناخيه كانت مؤثره جدا في حياه المصري، وكانت كل المقابر والمعابد وكل المواد اللي هي المعماريه اللي استعملها سواء في بناء المقابر او معابد او منازله كانت بتراعي هذه التغيرات. وكنا نتمنى في مؤتمر مناخ اللي عقد في مصر في خلال الاشهر اللي فاتت ان نطلق نداء دولي، لان يعني اثار مصر هي اثار كبيره جدا جدا، واللي موجود في بطن الارض اكبر بنسبه، يعني اذا قلنا احنا عندنا 30 او 35% من الاثار اللي موجوده، فلسه حوالي 60 او 65% ما زال موجود في بطن الارض، سواء اللي في فوق الارض او اللي تحت الارض كلها للاسف هتتاثر. كنا نتمنى ان تكون هناك مبادره دوليه زي ما حصل في الخمسينات عندما اطلق الدكتور سارة عكاشه رحمه الله عليه مبادره انقاذ اثار النوبه، لما جينا نعمل السد العالي
كنا نتمنى أن تكون هناك مبادرة دولية، وأعتقد العالم المثقف والمهتم بالآثار المصرية، خاصة إحنا دولة معروفة سواء في علمنا أو في آثارنا في متاحفنا في العالم، فأعتقد إن كانت هتكون مهمة جدا جدا. لكن مصر لوحدها، لأن الترميم مكلف جدا جدا، الدولة السنة اللي فاتت صرف أكثر من 36 مليار، وده رقم ضخم جدا جدا بالنسبة لي. طبعا هو مش ضخم، ودي ميزانية البلد، أو يعني مش ضخم على طراز بلدنا، ولكن طب لحظة أستاذ مجدي، لأنه فعلا رقم كبير حضرتك تقول، الدولة أنفقت 36 مليار في مجال الآثار ولا في يعني في مجال الآثار والسياحة فندم؟ طبعا يعني ده رقم يعتبر رقم، بنتكلم على متاحف، بنتكلم في مجال طبعا شامل الترميم، المتاحف والترميم والبعثات وبالتالي نسبة مهمة جدا. حتى السيد وزير الصحة والآثار من أسبوع قال 4 مليار احنا صرفناهم في مجال المجلس الأعلى للآثار، ناس استغربت، مش ده لو اتصرف 400 مليار، لأن هي ده تاريخ البلد وتاريخ الوطن، ومهما الوطن يصرف عليه ده دليل عزة ودليل فخر. هو طبعا الرقم ده في السنة اللي فاتت بس. بالظبط يا فندم. طب حضرتك عندك معلومة بالجزء المخصص منه كان على قد ايه على وجه التحديد فيما يتعلق بترميم الآثار؟ والله لا، هو ما فيش بالظبط. طب بصرف النظر يا استاذ مجدي، هو ترميم الاثار صعوبته فين؟ يعني هل في اعاده الاثر كما كان، في اعاده الرسومات كما كانت، في المواد المستخدمه، في المواد الصديقه للبيئه، يعني مشكلته فين؟ انت عارف حضرتك كل اثر بنتعامل معاه كانه حاله خاصه، عامل بالظبط زي ما حضرتك يكون عندك تعف في الاسنان فبتروح لدكتور اسنان، مزبوط. عندك في البطن فبتروح للبطن، وبالتالي كل اثر بتتعامل معاه على حده، لان عارف حضرتك في اثر من الحجر الجيري، من الرمل، من المواد العضويه، فكل اثر بنتعامل معاه على حده. هو اللي انا قصدته يمكن يعني اضافه للمياه الجوفيه اللي حضرتك اشرت اليها، وايضا الاستاذه رويدة نصر الخبير في مجال الإرشاد السياحي ضيفتنا في الاستوديو، هي المياه الجوفية زي ما حضراتكم أشرتم، لكن كمان واضح أنه الحرارة والفيضانات أو الأمطار ممكن بتؤدي لمحو آثار، لمسح رسومات أو ما يشبه ذلك، يعني ودي نتيجة سلبية سيئة جدا. طبعا انت حضرتك يعني احنا لو التيارات المناخيه استمرت بنفس ما يحدث تاثيرها، هناك بعض الاثار اللي هي موجوده على الشواطئ خاصه في اسكندريه او في شمال سيناء في بورسعيد هتندثر. ولو حضرتك شفت القلعه الان، وانا واحد من رفاق القلعه قايتباي، بداوا يحطوا مجموعه كبيره جدا من الاحجار او حاجز الامواج علشان القلعه، وبالتالي احنا مشاكلنا كمان مش المشاكل اللي في الاثار الظاهره، لان الظاهره في متابعات ليها وفيها ترميمات. انا مشكلتي في الاثار في باطن الارض، لان عارف حضرتك نسبه الملوح لو زادت في المياه الجوفيه او نسبة المياه الجوفية زادت هتؤدي لتدمير الآثار اللي في باطن الأرض. عندنا مشكلة كبيرة جدا، يجب أن يكون هناك إيجاد في اليونسكو اتفاقية اليونسكو ما تعطش فكرة التغيرات المناخية في الميثاق بتاعتها. لذلك أتمنى أن مصر بقت من أكبر دول المنطقة في الحفاظ التراث الحضاري، هي وسوريا واليمن والعراق، الدول ذات الثقل الحضاري والمتأثرة. والله معنى كلام حضرتك يا أستاذ مجدي أنه كمان لازم جزء مخصص من دعم الدول الكبرى للدول طبعاً التي تضررت من اثار تغير المناخ ولم يكن لها ذنب في رفع درجه حراره الارض بالصوره الكارثيه دي، يخصص ل يعني انقاذ يعني الاثار اللي في جوف الارض المصريه زي ما حضرتك اشرت. والله نتمنى تكون هذه المبادره، كنت اتمنى ان يطرح في مؤتمر المناخ، ولكن يعني اكيد في لك عملت لمتابعه نتائج المؤتمر المناخ، اتمنى تطرح، لان حضرتنا احنا مشكلتنا عارف حضرتك ان اثارنا كلها معموله من الاحجار، والاثر اللي بيفقد هو ماده ناضبه مش قادر تستخدمها مره اخرى، ونتيجه التغيرات المناخيه، لان الحجر دي ماده مش صلبه زي ما الناس معتقده، ولكن لو ده فيها اثار ضعيفه جدا، يعني حضرتك عارف ان هو درجه الحراره ممكن تختلف من ليل لنهار، فبالليل ممكن تلاقي سطح الحجر ذات نفسه مثلا بارد جدا لكن جواه سخن، وبالتالي ممكن الالوان والرسومات دي تنفصل. وعارف حضرتك مواد الترميم غاليه جدا، برامج الترميم بتاخد اوقات كبيره جدا، يعني احنا بيرموه في معبد الكرنك في 12 عمود بقالهم سنتين، لان الموضوع بدقه انت كانك مش بتعالج واحد في العين المركزه، لا انت كانك بتعالج واحد يعني ممكن يموت في اي وقت، وبالتالي احنا بنتعامل مع الاثر بفنيه حرفيه شبيره جدا جدا. وبالتالي نتمنى المجتمع الدولي، نتمنى برضو ان يبقى في المجتمع البيئي، لان عندنا للاسف برضو بعض الناس في البيئه المصريه ما يدركوش هذا الموضوع، فلازم نتمنى في المدارس وبرامج التعليم وبرامج السياحه يبقى في مناقشات لهذه الابواب، وسائل الاعلام تتكلم، لان انت عارف حضرتك ان ممكن الاثر يبقى موجود في جنب ناس في البيئه مش مدركين قيمته ولا وبالتالي يحصل عمليه تلوث او تلويث للبيئه اللي هي محيطه بيه، فلازم نتكلم مع البيئه مع الناس اللي موجوده في هذا المكان، لان هذا الموضوع
هيفرق. فالموضوع يا فندم محتاج إعلام يتغير، محتاج تعليم يتغير، محتاج مناشدة مجتمع دولي، لأن إذا ما حصلش كده إحنا داخلين على مشكلة كبيرة جدا جدا. ويقول يا ريت كل مثل البلد، يا ريت اللي جرى مكان دق ناقوس الخطر. يا جماعه احنا عندنا مشكله، يا مجتمع يا دولي احنا عندنا مشكله. فعشان تقدروا ايه نقدر نقدموا لنا يد العون من الناحيه التقنيه او الفنيه او الماديه باي وسيله من الوسائل. انا بشكرك الحقيقه على حماسك ده، وان شاء الله يكون لنا لقاء مع حضرتك في الاستوديو قريبا نناقش بعض قضايا الاثار. الاستاذ مجدي شاكر كبير الاثريين بوزاره السياحه والاثار، شكرا جزيلا لحضرتك. الحقيقة دكتور وائل لازم تعلق، لأنه في جزء كبير برضو في يعني مجال عمل حضرتك من خلال غرفة السياحة، ولازم بقالكم دور أكيد في يعني إنقاذ هذه الآثار برضو. بص حضرتك، على ذكر مؤتمر المناخ اللي تفضل به الأستاذ مجدي، هو كان في توصيات مهمة خرجوا بيها في موضوع الخاص بموضوع حماية السياحة والآثار أو تخفيف حدة التغيرات المناخية عليها، وكان توصيتين مهمين جدا. التوصية الأولى زيادة المساحات الخضراء بشكل كبير جدا، وبدأوا بالفعل، بدأنا مدينة شرم الشيخ دلوقتي بقت مدينة خضراء، فعايزين يعملوا مدن كتير بهذا الشكل. التوصية الثانية إن هم بيحاولوا يستخدموا مصادر الطاقة الصديقة للبيئة أو مصادر الطاقة النظيفة، ودي بتقلل من الانبعاث الحراري وبتقلل من الانبعاثات الكربونية وبتنقل الجو، فبينعكس بالإيجاب على السياحة عموما وعلى الأثار اللي موجودة. فعندنا حاجتين خرجنا بيهم من مؤتمر المناخ: توصية مهمة بزيادة المساحات الخضراء بشكل كبير في مختلف المناطق، ومنها المناطق الأثرية والشاطئية والمحميات الطبيعية برضو، كمان ان احنا نستخدم مصادر الطاقة النظيفة والصديقة للبيئة اللي بتقلل الانبعاث الحراري والانبعاث الكربوني اللي بيأثر بالسلب على المناطق الأثرية وعلى السياحة بشكل عام. جميل، هنخرج لفاصل قصير مشاهدينا الكرام، ونعود ونستأنف هذا اللقاء. أرجو أن تبقوا معنا. مشاهدينا الكرام، ما زلنا معكم في هذا اللقاء حول هذا الموضوع: تأثير التغيرات المناخية حول السياحة والآثار، مع الضيفين الكريمين الأستاذة رويدة والدكتور وائل. أستاذة رويدة، يمكن يكون العالم كله أحواله متغيرة دلوقتي، مش بس المناخ، الاقتصاد، العلاقات السياسية ما بين الدول، الأزمات اللي العالم بيعيشها، الحروب المختلفة، معرفش قد ايه ممكن يكون له تأثير على السياحة في العالم بالإجمال وبالأخص على مصر، لكن أكيد له تأثير. كتير من دول العالم ما عادش السياحة منها وإليها زي الأول، لكن خلينا نقول في مصر أكيد في نظر لهذا الأمر. يعني هل في تخطيط لأن احنا نتجاوز المشكلات الدولية المتعلقة بأمر السياحة، وإزاي؟ يعني بالنسبة لمصر الحمد لله الدنيا مستقرة جدا، حتى بالنسبة للأسعار، بالنسبة للحياة زي ما بيقولوا، ما عندناش احنا المشكلة اللي هنواجه بيها ان يجي لنا سياح. احنا المفروض ان احنا فعلا نركز على التنشيط السياحي في الجزئية دي. احنا بعيد عن الحروب اللي بتحصل، مش قريب مننا. احنا برضو بالنسبة لنا احنا ما عندناش ازمات زي ما في بلاد تانية عندها ازمات فعلا.
فبالنسبة لنا أنا شايفة أنه إحنا محتاجين بس ننشط شوية السياحة، محتاجين إحنا نزود عدد الليالي السياحية، لأن إحنا مصر تعتبر من يعني من الأماكن اللي مش غالية قوي في السياحة، فعلى الأقل إن إحنا نزود عدد الليالي السياحية، فده هيزود لنا الإنكم اللي جاي لنا، إن إحنا بدل ما نبقى ضاغطين البرنامج كله في يومين ثلاثة بس آثار آثار آثار، فإحنا كده يعني مش بنسوق لبلدنا هو كويس. هو السؤال مش متكرر، لكن بالمعنى ده إحنا لازم برضو نكشف عن حاجات جديدة للسياحة. يعني خلينا نقول السياحة التقليدية النمطية، الشواطئ، المؤتمرات العلاجية، عندنا السياحة الدينية كمان، كل ده كلام جميل، بس لازم نقدم بديل يعني، أو لازم نقدم جديد يعني. طول ما أنت بتبتكر، طول ما أنت بتقدم منتج جديد، أكيد برضو ده بيكون عنصر جذب يا أستاذة رايدة. ما هو إحنا عندنا، هل ده أنت شايفاه في مجال السياحة بخبرتك؟ هقول لحضرتك حاجة، نعمله؟ احنا بالنسبة لنا احنا عندنا كل انواع السياحة اللي ممكن تتعمل، عندنا زي ما دكتور وائل قال المؤتمرات، عندنا سياحة الدينية دي برضو مهمة جدا، عندنا السياحة الثقافية، عندنا سياحة الشواطئ، احنا ممكن نعمل بقى يعني نحاول ان احنا ننشط في مجال الرياضة، احنا نستضيف برضو يعني بطولات. دي برضو لان انت يعني دي بتساعد برضو ان احنا نجيب عدد طب كبير. ده مثال. هل دول اخرى لو فيها مثلا وممكن تنقل التجربة لمصر، مهرجانات فنية معينة، مهرجانات رياضية او فعاليات رياضية معينة، ده احنا اللي بننقل لهم يعني. يكون عندنا بقى مهرجان السينما المصري. ده اول مهرجان في يعني بدأوا دلوقتي البلد التانية هي العربية انها تعمل مهرجانات زينا كويس، بس احنا عندنا يعني انا شايفة انه احنا محتاجين نكثف شوية الدعاية، وان احنا نزود شوية المهرجانات اللي بتتعمل والمؤتمرات، زي فعلا ما استاذ وائل قال مؤتمر شرم الشيخ، ان احنا ممكن نستضيف مؤتمرات عالمية واحنا قدها وقدود زي ما بيقولوا. جميل. يعني دي امثلة الرياضة والفن. انا عايز بقى ايه، ان صح التعبير يعني ايه، افكار مبتكره وكون جديده، واكيد عندكم. بص حياتك، بالاضافه لموضوع الفعاليات، احنا ممكن زي ما قلت لحضرتك كده نقدر يبقى عندنا نكثف موضوع الفعاليات دي، لانها سوقت مصر بشكل كبير ومختلف وعملت صدى كبير جدا. ممكن كان في مقترح كنا بنتكلم فيه ان احنا الموكب اللي اتعمل في افتتاح طريق الكباش في الاقصر ممكن يتعمل سنويا. يعني الرحله اللي معموله من معبد الاقصر لمعبد الكرنك ممكن تتعمل سنويا احتفاليه كبرى، ويحضرها السائحين من مختلف انحاء العالم تروج لمصر بشكل كويس. في حاجات تانية نقدر نركز عليها مش واخد حقها على الساحة لحد دلوقتي، زي مثلا السياحة العلاجية. عندنا السياحة العلاجية في الواحات بتاعتنا وأبرزها سيوة طبعا، محتاج نسلط عليها الضوء بشكل كويس. سيوة بيجي لها السياح من مختلف أنحاء العالم، لحد دلوقتي محتاجين نرفع كفاءة البنية التحتية بتاعتها عشان نزود عدد السياح اللي بيجوا لها من مختلف أنحاء العالم. في مناطق الخصوصية تانية. في سيوة يعني الخصوصية في سيوة عندنا حاجات مش موجودة بدوي شوية؟ لا، عند البنية التحتية نفسها. لا أنا بتكلم على عناصر الجذب فيها في السياحة. عناصر الجذب عند في السياحة العلاجية، عندنا موسم السياحة العلاجية بيبدأ من 15/5 ل 15/9 اللي هو العلاج بالدفن في الرمال. هناك منطقة جبل الدكرور بيجي لها الناس من مختلف أنحاء العالم بيتعالجوا. يبقى معنى كده أن التسويق الجاي ليها تسويق جيد ليها. والتأسيس بقى للبنية التحتية زي ما حضرتك قلت. عندي مشكلتي في سيوة حاجتين. اولا الحاجات اللي موجوده اللي بيجي لها الناس من مختلف انحاء العالم غير العلاج بالدفن في الرمال، عند المياه الكبريتيه هناك، عند البحيرات المالحه، عند الابار الطبيعيه، عندي اكبر كميه نخيل على مستوى الجمهوريه موجوده، عندي اجود انواع التمور اللي بتتصدر للعالم كله دلوقتي موجوده في سيوه، المناظر الطبيعيه الخلابه، عندي جبل الموتى اللي هو اكتشفوا اهل سيوه بالصدفه ايام الحرب العالميه لما طلعوا يختبئوا في الجبل، ففوجئوا بنتوءات وبروزات موجوده في الجبل، لما دخلوا يدوروا فيها لقوا 3000 مقبره فرعونيه على اعلى مستوى موجوده.
فالحاجات دي محتاج أركز عليها الضوء بشكل كويس، محتاج أروج لها بشكل كويس، محتاج أشتغل على البنية التحتية بتاعتها، محتاج أعمل طرق مختصرة ليها زي ما حليت مشكلة مطروح ومناطق كتير دلوقتي، إن أنا عملت طرق جديدة اختصرت الطريق لمطروح من 5 ساعات و6 ساعات بقى 3 ساعات و3 ساعات ونص، ومنطقة العالمين نفس القصة، محتاج أعمل طرق بديلة لسيوة، محتاج أعمل مطار قريب لهناك بحيث اختصر الموضوع بالنسبة للسائح اللي جاي من بره وبالنسبة للسائح المصري. السائح المصري ما بيروحش سيوة لان الطريق من القاهرة لسيوة 10 ساعات بحوالي 700 كيلو، بضطر اوديه مطروح الاول يبات ليلة او ليلتين ياخد نفسه الاول كده زي ما بنقول، وبعد كده يطلع على سيوة يستمتع بالموضوع هناك، وفي الطريق وهو راجع يريح في مطروح. لو انا حليت المشكلة دي وركزت عليها بشكل كويس هقدر استفيد منها واكثف الاعداد اللي بتجيلها بشكل كبير جدا. كويس. في مطار في مطروح؟ لا، اقرب مطار في العالمين. في العالمين. في العالمين. يختصر برضه. يختصر. استاذه رويده، العالم محدش عارف بكره رايح لفين، لكن خير ان شاء الله. التحسب مطلوب قد ايه احنا بنستفيد من قطاع السياحه؟ قد ايه احنا معتمدين عليه؟ قد ايه احنا نقدر نتحسب لاي لحظة ما نعتمدش عليه؟ وده كله بيدور تحت يعني عنوان تساؤل اكبر بطرحه على حضرتك، شايفة مستقبل السياحة في مصر ازاي؟ والله انا متفائلة جدا، لان انا شايفة انه احنا فعلا دولة بدأت انها تهتم اكتر بالترميمات وبافتتاح متاحف جديدة والطرق بتسهل حركة. يعني احنا زمان، يعني مش من زمان قوي، من حوالي 10 سنين او اكتر، كان بالنسبة لنا كزيارة سياحية بأتوبيس في فوق سياحي طبعا زحمة، وكان ممكن في ناس ما بتلحقش تزور الهرم لان الهرم ليه ميعاد اغلاق، فبتكون نتيجة مزعجة للسياح بالظبط. فبتبقى نتيجة ان الشوارع زحمة عشان نطلع مثلا من القلعة نروح لحد المتحف، وبعد كده بنطلع لحد الهرم، فدي كانت بتضيع اليوم كله. وكان ممكن فعلا السائح اللي مش هيجي تاني ممكن مصر بيروح منه زيارة مهمة زي دي او كده. فبتهيالي دلوقتي الاهتمام بالطرق واهتمام بالاماكن البديلة اللي ممكن اتوبيسات سياحية تمشي فيها، ده برضه هيهتم اكتر، هيخلي في تشجيع، لا يعني هيخلي ان احنا بعد كده السياحه تبقى مرتاحه في مصر، مش هيبقى في مشاكل، مش هيبقى في طب نفس السؤال بطرحه على حضرتك بس بصيغه اخرى يا دكتور وائل، لو ظروف العالم اجبرت العالم على انه تقل معدلات السياحه ما بين الدول وبعضها البعض، من أوروبا لمصر ومن مصر لدول أخرى والعكس صحيح، يعني هل تفتكر أنه لازم يكون عندنا بديل أو ما يبقاش في عندنا اعتماد كبير؟ لأنه قطاع السياحة من القطاعات الرئيسية في تمويل الناتج المحلي القومي والموازنة، ويعني بيدخل لمصر دخل كبير، فهل يمكن التحسب لهذه اللحظة بشكل يخلي السياحة الداخلية مثلاً تختلف؟ شايف المسألة ازاي؟ بص حقيقة خلينا نتفق ان السياحة بتمثل حوالي 16% من الدخل القومي المصري. احنا المتوسط الدخل بتاعنا من السياحة حاليا بيبقى 14-15 مليار، من 14-15 مليون سائح بيزوروا مصر، ودي نسبة قليلة جدا قياسا على الأماكن السياحية والمزيج السياحي المصري والإمكانيات الجبارة اللي عندنا، لكن احنا ما بنحصلش استغلالها بالوجه الأمثل لحد دلوقتي. المفروض مكانة مصر الطبيعية على خريطة السياحة العالمية ما تقلش عن 50 مليون سائح يحققوا على الأقل 50 مليار دولار. المفروض السياحة يبقى مشروع قومي، وبنناشد سيادة الرئيس ان هو يتبنى هذا المشروع، يبقى في مبادرة لتبني موضوع النهوض بالسياحة المصرية. دلوقتي في استراتيجية حطها الحكومة ان احنا بحلول 2030 نوصل ل 30 مليون سائح يحققوا 30 مليار دولار، وده رقم سهل نوصل له ببساطة لو اشتغلنا على عدة محاور في وقت واحد. مطلوب مننا ان احنا نسوق للسياحة بأساليب مبتكرة،
وافكار خارج الصندوق. مطلوب مننا ان احنا نركز على السلبيات اللي موجوده اللي بيشتكي منها السياح في زيارتهم لمصر ونبدا نغيرها. مطلوب مننا ان احنا ننشر الوعي بين المواطنين عن طريق التلفزيون والفضائيات المصريه المختلفه بكيفيه التعامل مع السائح واستقبال واهميه السياحه بالنسبه لمصر. كمان لو نقدر نعمل ماده خاصه بالسياحه تدرس في المدارس من الاطفال من اول كي جي 1 لحد طلاب الجامعه باهميه السياحه وكيفيه التعامل مع السائح ومع المناطق الأثرية في نفس الوقت. ما أعملش مضايقات للسائح، ما السياح بتشتكي من المضايقات اللي موجودة، أدرب المنظومة اللي بتتعامل مع السائح من أول سواء التاكسي الموجود في المطار لحد اللي بيحتك بيه في المناطق الأثرية من زي بتوع الجمال والخيول والبزرات والحاجات دي، بيشتكوا من المضايقات وموضوع ان هم بيتلموا حواليهم عايزين يبيعوا لهم باي شكل، وموضوع ان هو بيبيعوا لهم باسعار غاليه وبيستغلوهم في الاسعار. لو حضرتك رجعت كل او غالبيه الريفيوهات العالميه اللي موجوده بزياره السائحين لمصر هتلاقي كل السلبيات دي مجتمعه في الموضوع ده. فلازم اشتغل ان انا اسوق بفكر مختلف، اركز على المناطق السياحيه اللي موجوده اللي الناس ما تعرفش عنها حاجه. يعني في مناطق جميله جدا في مصر المصريين نفسهم ما يعرفوش عنها حاجه، مطلوب ان انا اسلط الضوء عليها واركز عليها بشكل كويس. مطلوب اشتغل على السلبيات اللي موجوده سواء من نشر الوعي او تدريب وتثقيف المنظومه اللي بتتعامل مع السائح من وصوله للمطار وانتهاء بمغادرته من المطار مره اخرى. مطلوب ان انا اقلل الوقت اللي بياخده السائح في المطار نفسه على ما بينهي الاجراءات بتاعته، واخد بال حضرتك، بحيث ان انا بدل ما كاونترين او ثلاثه شغالين دلوقتي في شرم الشيخ او في الغردقه وفي تكدس رهيب في المطارات لان عندنا اعداد كبيره من الرحلات بتنزل، لا ازود الكاونترات دي اخليها 10 15 كاونتر يخلصوا الاجراءات بسرعه وبسلاسه بحيث ان السائح يطلع ياخد رحلته بسهوله وبيسر ما ياخدش وقت كبير في المطار. والسلبيات التانية بقى أركز عليها بحيث أنه هو ما يلاقيش مضايقات في المناطق الأثرية. تمام. تأثر معانا بشكل كويس وتعمل جذب سياحي كويس. كل ده من ساعة لحظة وصوله إلى لحظة مغادرته. بالظبط. أنا لم أشأ أن أقاطعك برأي آخر أو بطرح آخر أو بوجهة نظر أخرى مش بالضرورة بتعبر عن رأيي، لكن فضلت أن أنا أطرحها على الأستاذة رويدة ويكون ده سؤالي الأخير. ربما البعض يرى انه اللي بيتعامل مع السياح هو قطاع السياحة، المرشدين السياحيين، البازارات، غيره، وانه ما فيش داعي ان احنا كمجتمع يبقى عندنا وعي او مادة بتدرس مثلا في المدارس لانه مش كلنا هنشتغل في السياحة. هل هذا الكلام صحيح ام مطلوب من كل مصري ان يكون سفير لبلده، ان يعبر عن محاسن الاخلاق، ان يستضيف الضيف بكرم المصريين؟ يعني شايف المسألة ازاي؟ لا انا شايفة طبعا ان اهم حاجة ان مصر كلها يبقى فعلا في وعي لمعاملة السائح، لانه للأسف فعلا في يعني احنا كنا بنلاحظها كتير يعني في شغلنا، تكدس الأطفال في المدارس، بيبقى عندهم رحلة مثلا مدرسية يتلموا حوالين السياح يعملوا لهم دوشة، يعوزوا يتصوروا معاهم، يضايقوهم، إلى جانب الباعة الجائلين طبعا. فكل دي حاجات مش بس المرشد السياحي أو مش بس المطعم أو، لكن هي بتبتدي فعلا من ساعة لما بيوصل المطار سواق التاكسي اللي بياخدوا إذا كان أفراد جايين لوحديهم مش أوتوبيس سياحي مثلا، بيبقى فيها نوع من انواع مش عايزه اقول الاستغلال قوي، بس لا يعني لازم الحاجات دي كلها نراعيها ونركز فيها ونسيطر عليها، لان فعلا في منطقه الاهرامات كان بيجي لنا فعلا شكاوي كتيره جدا من الجمالين انهم بياخدوهم بعيد. واحنا يعني انا مثلا كمرشده كنت دايما بقول للكلاينتس بتوعي ما تركبوش مع اي حد، اللي عايز يركب يجي لي هنا وانا اشوف مين اللي مركبكم، لان فعلا بياخدوهم وبيطلبوا منهم فلوس كتيره قوي، فدي بتسوق سمعه مصر. عشان كده لازم الشعب المصري كله يتكاتف. أيوة. ان هو زي احنا لينا كده مقوله ان نبيع بلدنا، فن بيع البلد. صحيح. هو ده احسن ختام، وانا متفق معكم وبنبروز النتيجه اللي وصلنا لها في نهايه هذه الحلقه، انه لازم كلنا كمصريين نكون افضل وجهه مشرفه لبلدنا ولحضارتنا
ولتاريخنا. بشكركم شكر جزيل، شرفتونا. استاذه رويده نصر الخبير في مجال الارشاد السياحي، شكرا جزيلا يا فندم. والدكتور وائل زعير عضو الاتحاد المصري للغرف السياحيه، شكرا جزيلا يا دكتور وائل، شرفتنا. اشكرك. وشكر موصول لحضراتكم مشاهدينا الكرام على حسن متابعه هذه الحلقه، على امل اللقاء في الاسبوع المقبل بمشيئه الله. دمتم في امان الله والى اللقاء.